السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غندير معكم روتيني الصباحي. شحال هادي ما درت بحال هاد لي فيديو، ولكن قلت نديرو بطريقه اخرى باش نكمل لكم على الفيديو اللي كنت درت على اليوتيوب المغربي. اليوم غنبينو حقيقه لي جيفوي اللي ولا رائج في انستغرام وفي اليوتيوب. غنبداو من الزيرو، غنبداو من النقطه الاولى شويه يالين باش نشرحو نشرحوا القضية كيفاش هي. اولا كاينين الناس اللي باغيين يترزقوا الله في مواقع التواصل الاجتماعي، وحيت كاينين بزاف الناس يعني صعيب يكبروا المشروع ديالهم في هذا المجال، يعني صعيب انهم يبانوا بما انه كاين بزاف ديال الناس اللي التجؤوا لها بالطريقه هذه. كاينه واحد الطريقه، يعني كيلتجؤوا لواحد الطريقه. هذه الطريقه هي انه باش الناس يعرفوهم كيمشيو عند اصحاب القنوات او الحسابات الكبرى، يعني هذوك اللي ديجا معروفين، اليوتيوبر او اليوتيوبرز او لي بلوغر او لي بلوغرز اللي ديجا معروفين، كيمشيو عندهم باش يكبروا لهم القنوات ديالهم او الحسابات ديالهم. ولكن بطبيعة الحال هذا الشيء ماشي فابور، يعني باش نكون واضحين وضوح الشمس ماشي فابور. والصراحة هي أنه كاينين القلة القليلة جدا، كاينين اللي يعني وسط الفيديو ديالهم كيبينوا واحد لاشين، وشوف يقدر يتزاد ديك لاشين ولا داك الحساب يقدر يتزادوا عنده واحد جوج أو ثلاثة، يعني ما كتنجح الصراحة الطريقة بزاف. المهم لقاو الطريقة هذه حيت سيغمون ضروري أنه غتزادوا عندك الناس. اما هي احنا دابا ندوزو لهاد الطريقه هادي نشرحوها. كيجيو هاد الناس هادو كينظموا مسابقات، مثلا مسابقه تدخل فيها مليون او الايفون 11 او لا الى اخره، يعني كيعطيوكم بزاف ديال الاختيارات في المسابقه، كيجيبوا لكم زعما هدايا اللي مغريه بزاف. يعني اي واحد باغي يكبر له البروجي ديالو غيحط باغ اكزومبل 1000 درهم او 1500 درهم. احنا في الاول قلنا بلي هاد الناس بغاو يترزقوا الله، اذا ما عندهمش منين يجيبوا هاد الفلوس، ولكن كيقولوا الغايه تبرر الوسيله، غايجيبوا دوك الفلوس ويحيدوهم من راسهم بزز باش القناه تكبر. يعني اون فوا القناه غتكبر كيسحب لهم صافي ترجع لهم ديك 1000 درهم مثلا او لا، يا راه صعيبه بزاف. غيشاركوا في المسابقه، لنفترض انه 40 واحد شارك ب 1000 درهم، دونك 40000 درهم اللي كتكون في التوتال. كيربحوا هاد الناس مثلا 10000 درهم او 20000 درهم، هي الجائزه ديال المسابقه ديال الناس اللي شاركوا. شوفوا شحال الربح، داو ابا انهم ربحوا ديجا لي زابوني حيت دخلوا راسهم في المسابقه، دونك اللي ديجا كيربح الفلوس زاد ربح، واللي ديجا طالعين ليه لي زابوني زادوا طلعوا ليه. ما كنحسدو حتى شي واحد الصراحه، يعني بصحتهم وراحتهم، غير هو الواحد خصو يخدم عقلو. نرجعوا دابا لاصحاب الحسابات الصغيره، كيتفقوا معاهم على 1000 درهم غتجيب ليك 10K، 10000 ابوني، 10000 فولورز، ياك. بنادم غيفرح ملي يسمع هذا العدد حيت صعيب بزاف توصلوا، ولكن ما تنساش باللي هذيك 10K كتدخل عندك غير باش تربح، و اون فوا ما كتربحش ما تنساش انه فيهم اللي غيتيزابوناو من عندك، يعني هذه راه مفروغ منها، هذه راه معروفه هذه القضيه. واصلا انت كصاحب قناه او حساب باغي تكبرو او تطورو كتكون بين 40 واحد او 50 واحد فما اكثر، يعني كيكون اكثر، يعني هذوك اللي غيجيو باش يتابوناو عندك ما كيردوش البال حتى لسميتك، بعد على الاقل انهم يردوا البال لسميتك ولا سميه القناه ديالك ولا سميه الكونت ديالك انستغرام، زعما باش يعرفوا غير المحتوى اللي كدير، راه ما كيردوش ليه البال. يعني هذه راه كارثه عضوة، باش انه حيت تخيل معايا انت داخل باش تابون مثلا تشارك في مسابقه كيحطوا لك 40 كونت، شاركوا معنا في مسابقة فلان فلانية، دخلوا لهذا الحساب هذا غتلقاو ديجا داير دخل لهذه البلاصة هذه ابوني او لاشين او لهذه، كتلقاو هاد الناس هادو كاملين اللي دايره ليهم انا ابوني او لهاد الناس هادو اللي كاينين كاملين غديروا ليهم ابوني، واش انا غنبقى ندور عليهم واحد بواحد نتفرج؟ امبوسيبل، حيت هما راه بزاف ماشي شي وحدين اللي قلالين.
يعني شنو كندير؟ كنبقى ندير ابوني 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 لهادو كاملين. واخا كيطلبوا الناس مثلا انا شاركت كنسمع شي وحدين كيقولوا كيقول زعما المشاهدين ديالهم الناس اللي كيتفرجوا فيهم عافاكم تفرجوا لهاد الناس عندهم قنوات زوينين عندهم محتوى زوين هادي وانما انا راه ما غاديش ندخل نتفرج. يعني باش نكونوا صريحين جدا انا ما غاديش ندخل نتفرج حيت شحال قدني نتفرج في 40 واحد 50 واحد كون حطات مثلا او لاحظت 4 د لي كونط 5 د لي كونط غنتفرج كاملين غنتفرج لهذوك لي كونط كاملين. ولكن باش انك تحط لي 40 واحد دونك ما خصني نكون كندير والو ما خاص تكون تابعه حتى شي حاجه يكون عندي الفيبغ غمطلق يعني مجهد باش انا نتفرج لهذوك الناس كاملين باش دوك الناس يطلعوا ليهم لي في ويطلعوا ليهم لي زابوني ويكونوا ديال بصح. باش نكون واضحين هذا الشيء ما كيكونش. يعني بنادم كيدخل كيدير ديك ابوني على ديك لا ليست كامله اللي فيها 40 واحد 50 واحد ما كيردش البال لسميتك ما كيردش البال للقناه ديالك اولا الكونت ديالك انستغرام ما كيعرفش شنو كدير كاع ما يعني اصلا ما عارفش حتى واش ابوني عندك حتى تقدر شي مره الا طلع عليك الزهر شي مره طلع عليك الزهر يقدر تقدر زعما تطلع ليه لاشين ديالك شي فيديو ديالك يتفرج فيه ديك الساعه مو ممكن انه تعجبو ولا ما تعجبوش يعني 1% ماشي ديك 10 كامله. واخا هادشي كامل اللي قلت لكم ان دل على شيء فانما يدل على انه بلا ما تخسروا فلوسكم في هادشي هذا. علاش؟ حيت كما قلت لكم كيكونوا غير دي فيك فولورز كيكونوا مشاهدين غير حقيقيين. ها هو العدد لي زابوني طالع ها لي فيو ما كاينينش. يعني بالمقارنه مع كتلقى 10000 ابوني مثلا كتلقى لي فيو اولا لي جيم اولا لي لايك اولا داكشي كامل كتلقاه هابط بزاف. يعني راه باينين هادوك اصلا راه ماشي شي حاجه يعني باينه غير مخلص عليهم حيت هادوك لي غايبغيوك الناس لي غايبغيوك غايبغيوك على داكشي اللي كدير غايكتشفوا قناتك وغايبغيوك على داكشي اللي كدير حيت المحتوى زوين. هادشي علاش غايبغيوك الناس هادشي علاش لي زابوني غيطلعوا ليك هادشي باغي الصبر باغي الوقت باغي شحال من حاجه مع زياده على انه قوانين ديال اليوتيوب صعيب انك تحققهم بهذه الطريقه هذه. يعني شحال الواحد واخا كيبغي يدير شحال من طريقه اخرى باش يربح الوقت. هذا ما كان في هذا الفيديو هذا نتمنى انني شرحت لكم كل شيء نتمنى انكم تكون واضحه لكم الامور ما يعني ما يغركمش المظاهر ما يغركمش الارقام لغه الارقام حيدوها من دماغكم في القضيه ديال لي ريزو سوسيو حيدوها نساوها ديروها ما كايناش. هذا ما كان بالنسبه للروتين ديالي ديال هذا النهار هذا وهذا ما كان بالنسبه لهذا الموضوع اللي كدرنا فيه اليوم. يلا بالسلامه عليكم حتى المره الجايه ان شاء الله. باي باي.